Zedina will heinously start there. Ra'afar bala hukumi jad sija'a liyo. كذلك يمنع منع الكلية التنقل الليلي من وين؟ في الليل من 9 الليل 6 الصباح يقعدوا ولادك أو لا يخرج. هذا قرار وطني، هذا قرار حكومي على الصعيد الموجود المغرب كاملة. اليوم كاين بلاغ 9 الليل 6 الصباح، قرار وطني، أي مواطن ملزم يدخل حاله. كذلك يمنع التجمعات كيف ما كان نوعها ومكانها. آخر مستجد، هذا آخر ملاح حكومي لجميع المواطنين المملكة المغربية. ليكون في عيد الساكن والإجمالي. راه هذا القرار كيعنينا. 9 الليل دخلوا وليداتنا. 9 الليل 6 الصباح لمدة 3 أسابيع منع الخروج. هذا حظر التجوال الصحي الليلي، يعني ما تخرجوش فوق 9 الليل. كذلك المحلات التجارية كسريات المقاهي المطاعم يقول الجمعة الثانية العشية ابتداء من اليوم 3 أسابيع. راه قرار زي حضرة التجوال الصحي وطنيا. الحق يا ولادي راه كيبكي، راه كيهضروا معاكم الصالح ديالكم. راه من اليوم غطوا المحلات ديالنا مع الثانية العشية وطنيا، يعني جميع الوطن. كذلك حالة ديال التنقل الليلي مع الناس 9 الليل 6 الصباح دخلوا معنا الديور ديالنا. هذا القرار جعل الصعيد وطني جميع المغاربة. كذلك منع التجمعات كيف ما كان نوعها ومكانها. اليوم غنبداو نسدو مع الثانية العشية، غنبداو نسدو المحلات المقاهي المطاعم الكاسريات المحلات المهنية مع الثانية العشية لمدة 3 أسابيع من اليوم. كذلك هذا التنقل الليلي، يعني ما نخرجوش وقت 9 الليل 6 الصباح لأي مواطن ومواطنة لمدة 3 أسابيع من الليلة اليوم غنبداو. يمنعوا منعا كليا التجمعات كيف ما كان نوعها ومكانها، وأي مواطن غيخرج شعب الكمامة ديالو. راه السلطات المحلية والأمنية غتحرك مع الثمانية العشية، حنا كنعلموكم راه أي واحد يخالف القانون غيعرض راسو للعقوبات. الجميع راه هذا القرار جاء اخر بلاغ التعليمات ديال اللجنه العلميه والتقنيه امام البلجو المقاهي المطاعم المحلات التجاريه القيصريات الاسواق في العشيه. حاله كذلك يمنع منع الكليات التنقل الليلي من 9 الليل ل 6 الصباح من غير شي واحد يخرج الا الضروره القصوى. مال المحلات راه مع التقنيه خصها البلجو. راه السلطات المحلية والأمنية غدور محل محل، وأي واحد بقاته وقت مية غيتعرض لعقوبات. راه آخر بلاغ حكومي إغلاق المقاهي المطاعم المحلات التجارية المحلات المهنية القيصريات الأسواق مع الثمانية العشية من اليوم. ابتداء من اليوم 3 اسابيع غنشدو مع الثمانيه العشيه. حنا كنعلموكم كنعاودو نكررو، راه مع الثمانيه غتكون السلطات المحليه والامنيه، واللي غيخالف القوانين ديال حظر التجوال الصحي غيعرض راسو للعقوبات.